سعد. طيب على ما بالي جهز محمد، انا ودي الناس يشوفون محمد على الشاشه وفي مقطع تلاوه عذبه جميله لمحمد باق خطيب. خلونا وياكم مشاهدينا شباب، جهز المقطع جاهز، نتابع المقطع لمحمد باق خطيب وهو يؤم بالمصلين في يوم من الايام. نتابع هالمقطع وبعدها ان شاء الله يعني نسمع تلاوه كذلك على الهواء مباشره، وان ارجعناها لنهايه الحلقه بعد تكون فيها الخير والبركه. جاهز المقطع؟ يلا روح. جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. الله ما شاء الله ما شاء الله. محمد باق خطيب يعطيك العافية، صوت جميل ورائع، زادك الله من واسع فضله. السؤال، هل أنت حافظ ما شاء الله لكتاب الله؟ والله يا شيخ ناصر أنا ختمت القرآن بفضل الله ثم الوالد في سنة خامسة ابتدائي. ايه. وبقيت على المراجعة الآن. ما شاء الله، إلى الآن جالس تراجع. إلى الآن جالس، ما البركة ما تباركنا إلا بالمراجعة. يعني الوالد كان له أثر كبير في الموضوع هذا. الأول بعد الله هو الوالدة. ما شاء الله تبارك الله. أعطونا صورة والد محمد باق خطيب بما أنه علق على والدة، خلونا يتكلم عنه شوي وكيف كان الأثر، كيف كان أبوك مؤثر عليك في حفظ كتاب الله. كيف يا محمد؟ كيف جبت صورة أبوي؟ احنا بنطلعها، تم عليك كيف جبناها؟ لسه الخير جايك. باقي في اشياء هذه بس. اذا ما كنت معي فابا كنا نتمشى، متى سويت هذا كله؟ شوف محمد، احنا نجيب الجانب الحسن في بدايه الحلقه. بنهايه الحلقه الموضوع والرتم يتغير. احتمال لما تنتصف الحلقه يجي الله يكرمك. طيب. طيب عطنا تعليق على والدك، وش تقول عنه؟ الوالد وش الاثر اللي وضعه فيك؟ الوالد حروف العربيه لا تستطيع ان توفي حقه يعني. اي والله العظيم، لو بعد الله يعني الامور اللي احنا فيها الان كلها فضل الله ثم عناء الوالد. والشيب اللي في راسه اللي سواه فينا يعني ما يحتاج، مو ما اقدر اتكلم عن الوالد. اي والله العظيم، جزاه الله خير، الله يجزيه خير الجزاء. اللهم امين، جزاك الله خير، والله يخلي لكم يحفظه يا رب العالمين.